اسال الله اوقاتكم متابعين متابعه قناه شوفتي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا وكيف ما تابعتوا معنا القضيه ديال انوار الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه اللي غرق، هادو احد المتطوعين الغطاسه اللي جاو. غادي نشوفوا معاهم شنو كان في تحت الماء وكيفاش كانت الرؤيه، مجموعه الحويجات. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا على المباشر. ايوا هاد البلاصه هادي قلبنا مزيان مع الوقايه المدنيه، كانوا معنا. شكرا لكم على التواجد ديالكم. والوقايه، شكرا للوقايه المدنيه، تهما تكرفسوا. نعم. وش نقول لك؟ البلاصه اللي كنا شاكين فيها كامله قلبناها. الحمد لله كلشي تقلب دابا. دابا خص غير العائله ديالو يقلبوا شي بلايص اللي بعاد على لا سيرفاس. حضر دابا تحرك، دابا تحرك من هاد البلاصه هادي. من هاد البلاصه ما كاينش فيها. لا هاد البلاصه دابا ما فيها، قلبنا. والرؤيه ما كايناش، واش نقول لك؟ كاين شي شويه ديال التعب شويه. ايوا هادشي اللي كاين. اللهم الله يجزاكم بخير، نتمنى ان شاء الله خير. حسين مرحبا بك. السلام عليكم خويا بخير. عارفين انك دائما من الحمد لله. الحمد لله ومن المغاربه الحمد لله. تنشكر الناس ديال الوقايه المدنيه اللي ساهمونا وسي زوبيت هو هبطنا كاع التيان حطنا. دابا شي بقى كما قال لك الزوبيت فاصل بقى فوق الماء. لان هنا كنت كاع تحت. هو كاين تما وكاين لافوندو ما كاينش الرؤيه والحمد لله الانسان من طلع سالم من بيته. لا والو خويا، لا والو، تشطبات الدنيا كامله هنا. دابا الامل اللي كاين هو دابا كاين، ولكن تيلعب في الكوان وسط الوين. لا يبقى خويا هنا، غيخرج فين فين طاح فين غيخرج. الا بعد كاع ما يبعد، حدو المرصا ولا حدونا ما يبعدش، نبقى هنايا. إذا متابعين الأفاضل المتابعين قناة شوفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة، وحنا الآن بالضبط في واد سبو. كيف ما كتلاحظوا الله يجزيهم بخير، هادو بعض الغطاسة اللي التحقوا الآن وكانوا كيغطسوا عليه من تقريبا من حدا تقريبا الساعة وهما كيغطسوا عليه. غادي كيف ما تابعتيو معنا كيقولوا أن عدم الرؤية، ولكن عقلبو ما لقاوش صعوبة، ولكن الحمد لله قلبوا بزاف الأماكن. كنتسناو رجاء في الله سبحانه وتعالى انه يتلقى باذن الله سبحانه وتعالى. وغادي نتكلموا مع احد الغطاس اللي ايضا اجاو من المتطوعين هذو كاملين كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الفضيل، فهما متطوعين. كاين اللي جا من مدينه الرباط، كاين اللي جا من مدينه قنيطره. الله يجزيهم بخير صراحه على هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها. العائله كيف ما كتلاحظوا معنا مازال كتنتظر رجاء في الله سبحانه وتعالى انه يطلع لها انوار. محروقين، الله اللي عان بهم. كيف ما كتلاحظوا الناس اللي الحي ديالهم كيرتاح، حكوتا هما الناس اللي يسمع الخبر كيجي فواحد الحاله هنا في هذا المكان هذا اللي كنتواجدوا حنا اللي هو ولاد برجال. فشنقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يصبر الاهل ديالو وان شاء الله الجنه والفردوس ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اذا غادي ناخذوا بعض التصريحات ديال واحد احد الغطاسه اللي كان معاهم ايضا، اللي جا من متطوع من مدينه الرباط. السلام عليكم سيدي، مرحبا بك معنا. ما بغيتش تخلي حتى السالي عاد ناخذ. اي ماشي مشكل. انت تصيق قبيله وين نعاود لنا كيفاش. بالنسبه اش نقول لك؟ ارفع الصوت ديالك عفاك. بالنسبه للغطس الصراحه في الواد ما تيبان الرؤيه منه انعدامه. الواد هذا ولا بعيد عاصم؟ لا غطسنا في الواد، ولكن زعما حتى المكان بالضبط اللي زعما اللي مات فيه المرحوم ولا اللي كان عام فيه ما عندناش بالضبط واحد البلاصه اللي مأكده. داكشي علاش صعيب صعيب باش تقلب. حنا دابا راه تنهبطو وتنبقاو فهمتي بحال تنقولو غير تندهصو وصافي، غير تنقلبو هكا بيدينا وصافي، تيبان لك والو واحد تاع 10 سنتيم قدامك ما تتبانلكش. داكشي علاش داكشي صعيب شويه، صعيب صعيب الحال. المهم حنا راه واحد لابارتي هنايا واحد 50 متر تقريبا، راه فين شكينا راه تلاح، راه قلبناها ما جابش الله. نتمنى ان شاء الله من هنا
العشيه ولا من هنا لغدا الصباح ان شاء الله يبان ولا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مازال ان شاء الله. صراحه هادو هما المغاربه الحمد لله كيف ما تعودنا دائما المغاربه الحمد لله دائما كيتطوعوا ودائما الحمد لله كيناضلوا مع بعضياتهم خصوصا ملي كيسمعوا بحال الحالات من شاب كيبلغ العمر ديالو 23 سنه غرق في هذا الواد لاسباب غير معروفه العائله كتهم بعض الناس غادي يسمعوا مجموعه المعطيات اللي هي خطيره غادي يسمعوا من احد الاقارب ديالو اللي صراحه من نهار العيد بالليل مع العشمس هما هنا كيتواجدوا في هذا المكان بلا ماكله لا شرب الحاله ديالهم يرثى لها ما تصورش كي ديال الحاله العائله كامله ولا اللي ساق الخبر سواء داخل المغرب العائله ديالهم ولا خارج المغرب اللي سمع الخبر كيصدم وكي غادي يمشيو احد الاقارب ديالو. السلام عليكم سيدي مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم خويا. اللهم امين خويا. مجرحات اللهم امين خويا. دابا حنايا انت خويا دابا انا ادريس خالو خال الانوار. دابا حنا من ول البارح من ليله العيد وحنا هنايا عطني الواقعه كيفاش وقعت. الله يكرمك الواقعه اخويا حنا ما عايش معايا عايش مع دار عمامه. نعم اللي عاودوا لك اللي عاودوا لنا الدري كان مع صاحبه جا عنده تا انوار بغى يدخل للدار جا عنده قال له يلا نضربوا دويره جاوا للواد عيط على اختو قال له انا غادي للواد لالا عائشه جابوا لهنايا ما عرفناش شنو وقع شويه تمشى دق على دار عمامو قال لهم راه انوار انتحر. كيفاش الدري انتحر؟ قال لهم حكا راه انتحر ودخلت باش نجبدو وما قدرش نعتقو والدري ما فازق ما والو ما فيش شي قطره ديال الماء كي دار تعتقو. ما عليناش السيد جا المخزن شدو دابا تنقولوا له قولوا لنا غير فين هاد السيد انتحر. دابا السلطه هاد القوات المساعد ليميطناجور والوقايه المدنيه الوقايه المدنيه تيقلبوا ما عارفينش فين تيقلبوا بالضبط. كان كيدير واحد عمليه تمنع تيحركوا الماء تيحركوا الماء باش ربما لا كان يطلع. دابا المشكل الوقايه المدنيه تيقلبوا ما عارفينش البلاصه بالضبط. مشينا لابيجي قلنا لهم استعدوا معنا يخرجوا الدري يوريهم فين طاح السيد يقلبوا له. دابا الناس تيقلبوا ما عارفينش فين تيقلبوا راه من البارح قلبوا تاع هي والو اليوم قلبوا تاع هي والو. هي الوقايه تدير ديك العمليه ديال الثمانيه باش يحركوا الماء ويطلع ما كاين والو. دابا الدري ما عرفناش حنا واش في الماء ولا في البر واش بصح نيت انتحر ولا قتلوه ولا حوه ولا الدري غير هارب طاج الله وعلم. دابا هذاك السيد اللي معتقل هو اللي خصنا نعرفوا منه هو اللي جا عندنا هو اللي كان معاه. العساسه تيصارحوا قال لك راه كانت روينه نايضه هنا. داك الدري كانوا معاه شي وحده اخرين اللي كانوا معاه فينا هما وفينا هما دوك اللي كانوا معاه. خاص السلطه دير الخدمه ديالها. اليوم ما جا عندنا حتى واحد من السلطه ما سول فينا حتى واحد ما شنا حتى واحد. حنا مشينا لابيجي ما عطاوناش راس الخيط. أموها هي لا ماكله لا شراب جداها هي عمامها هما خوالها هما والحال بعيد ما تناكلوا ما تنشربوا. السيد عيسى كنتمناو باذن الله تعالى انه يربي كنتمناو يتساعدوا معنا على الاقل يجي يورينا غير في كاين حيت الناس دابا كاين المتطوعين باغين يهودوا الماء ولكن اين بلاصه الواد راه كبير كاين المتطوع راه من البارح هما تيقلبوا وسط الماء اين بلاصه في الماء واش هنا ولا هنا ولا هنا حيت الا هبط راه يهبط الغيص غادي يحصل. الا كانوا عارفين بالضبط غيهبطوا له. الناس عيات من الصباح هما هذا ما كاين والو وتنتمنى والله يدير شتا هو الخير يا ربي امين يا ربي ويبان انوار اليوم قبل غدا. اذا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي اذا دائما معكم من قلب الحدث من مدينه قنيطره. احنا الان امام واد سبوب الجهه الضفه الاخرى اللي هي واد برجال. كيف ما كتلاحظوا معنا مازال الوقايه المدنيه في اطار البحث كيف ما كتشاهدوا كذلك الناس المتطوعين الله يجزيهم بخير اللي جاوا وكيأزوا هذه العائله وكيقلبوا كيف ما لاحظتوا معنا كيف ما كيقولوا عدم الرؤيه كذلك الان كيقوموا بعمليه الثمانيه او كيما كيقولوا الويت باش كيشوفوا ربما يخلطوا الماء ربما انه يطلع في هذه اللحظات. نتمنوا باذن الله تعالى انه يبان اليوم قبل غدا وفي هذا الشهر ديال عند الله سبحانه وتعالى اللي هو شهر ديال عيد الاضحى كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يبان وهاد العائله لا الكبير ولا الصغير انه يرتاح لان كل كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل كل كيراقب هذا الواد كيقول انوار بغينا انوار بغينا والو بغينا انوار فقط غير ندفنوه ما بغينا حتى شي حاجه بغينا ندفنوه باش يرتاحوا.
اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل متابعين قناه شو تي في قناه الشعب. الناس من نهار العيد بالليل لحد الساعه لا ماكله لا شرب، فواحد الحاله يورث لها، فواحد الحاله هيستيريا، خصوصا ان صراحه كان اللي بقات فيه اكثر واكثر صراحه هي الام ديالو اللي اصلا مسكينه الله يشافيها ويعافيها ان شاء الله بحول الله، لانه عندها الشلل النصفي وزادت كملت بهذا الخبر بهذه الفاجعه اللي وقعت الابن ديالها. الله يرحمه جراح مات وانا اليه واني راجعون. كنا المتابعين عفوا نطلبوا له بالرحمه ونقولوا يا ربي ارحم انوار، يا ربي يا ربي. وهذا النهار يعني الشاب كيبلغ العمر ديالو 23 سنه، كيف ما غادي نوريكم واحد المكان اللي لقاو فيه، سمح لي، فواحد المكان اللي لقاو فيه الصنره ديالو على حسب الشهود العين كيف ما شرحت الناس الصباح الجده ديالو. فهذا المكان لقاو الصنره ديالو، وهذا المكان هو اللي كان فيه انوار. اذا هنا اذا حتى باقي كاع كيف ما كيقولوا هما باقي بعض الاطراس، ها هما كيف ما كتلاحظوا، اذا ها هما انتما وحتى اللي كيف ما كيقول انه جماطريه. نعم. ها انت خويا ها لاطراس ديالو ها هو، اذا ها انتما ها لاطراس ديال الطوموبيل، اذا لاطراس ديال السياره كانوا مريحين هنا. يعني كاين كان فما كيف ما كانت الجده ديالو وبعض الشهود العين كيف ما على حسب التصريحات اللي جات من عند اساس، ولكن الاساس ما هوش اللي صرح لنا، كيقول بان كانت السياره معاهم، كانت ايضا جوج مواطر على حسب ما كيقولوا، كيقول الاساس لان قال خبر العائله ديالو والصباح صرحت لنا الجده ديالو. اذا هنا كان المكان هنا السياره، اذا في هذه الكوديه كيف ما كتلاحظوا معنا المتابعين الافاضل، هنا نزلت السياره لان هي اللي قسمت هذه الكوديه على حسب الشهود العيان كيف ما كيقولوا. كذلك كيقول العساس انه كان واحد الضجيج هذيك الليله، هذيك الليله كان واحد الغوات والمدابزه وسميتو على حسب ما كيقول هو، الله اعلم. اذا دائما معكم من بعد منها قال لك مشى كل شيء، من بعد كيجي واحد الشاب اللي في كبر منه بامين على حسب اذا كيقولوا انه عمره 25 سنه، كيخبر العائله ديالو بانه راه ولدهم انوار راه غرق. كيفاش غرق؟ وان حكم ان كتقول العائله ولدنا ما كيعومش، ولدنا لان حكم ان الكتف ديالو طايح على حسب ما كيقولوا العائله ما يمكنش يعوم. اذا كاينه شي حاجه العائله ديالو شاكه في الامر ديال الغرق ديال انوار اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه. كيفاش وعلاش انه جابوا لهذا المكان بالضبط؟ لان حكم انه ما ساكنش في هذا المكان، لانه ساكن في مدينه ما غاديش نذكروا الحي، بينما فكيف ما كيقولوا على حسب الشهود كيقولوا بانه لان حكم انه ساكن بعيد على هذه المنطقه هذه، فكذلك اللي سميتو كيقول بانه ما يمكنش يجي لهنا وجا عنده مع 10 ونص الليل. اذا كاينه قضيه فيها لبس وفيها لغز، اذا غادي دائما معكم وغادي نتبعوا هذه القضيه حتى الاخر ديالها. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل انهم يبارطاجيو فضلا وليس امرا. دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشاب. كيف ما كتلاحظوا معنا حنا الان مازال في اطار البحث، وكيف ما كتلاحظوا تحيه الوقايه المدنيه وكذلك الناس المتطوعين اللي كيقوموا بالعمليه البحث. فاحنا الان كننتظروا ان شاء الله يا ربي يبان اليوم قبل غدا باذن الله تعالى باش كل يرتاح باذن الله تعالى. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا هذه العمليه هي عمليه مساء 8 اللي كيقوموا بها الان الوقايه المدنيه. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل انهم يبارطاجوا فضلا وليس امرا. انا كنستحق الناس يبارطاجوا. اذا دائما معكم عبر المباشر إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي دائما معكم. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا الان على برا اذا الكبير والصغير ينتظر الجثة ديال الانوار. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الكل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكل كينتظر الجثة. نعم الله يرحمه جراح مات. هذو الأصدقاء ديالو اللي جاو كيأزروا العائلة ديالو، إن إليه وإني راجعون. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل تاهما بغاو يعزوا العائلة ديالو، تاهما باغيين يتكلموا في هذا الموضوع ديال الأنوار. السلام عليكم ولدي، الله يرحمه جراح مات والله يصبركم. ثم أصدقاء ديالو كيف ما قال الصديق ديالكم قال بأنه راه هما الصديق ديالنا راه خونا الكبير هذاك. نعم نعم هاك
السلام عليكم ورحمه الله. خوتي راه الدري هذا راه ما كيستحقش هذا الشيء اللي طرا له. مسكين دري درويش اطيب خلق الله، يتعامل مع اي كبير وصغير، كاين شي واحد شيقول فيه خايبه. شوف انا كون كان شي واحد ما نجيوش، فهمتي؟ ما نجيوش هنا دابا. الدري هذا ما عرفنا واش كاين هنايا ولا شي، ما الله اعلم. بغيت نسولكم اخر مره شي واحد نهار العيد، نهار العيد في العشيه ماشي تسعود. واحد باش نسمعهم مزيان. نهار العيد في العشيه ماشي تسعود. شي نهار العيد ليل الذبيحه، ذبحنا وكلينا السوا، وذبحنا وكلينا السوا وسالينا. جا عندنا خونا انوار الله يرحمه في هذا النهار هذا، سلم عنا حنا كاملين، عنقنا وسلم عنا وقال لنا فين هو، وقال لنا فين هو الجو ديال العيد. الجو ديال العيد ما بقاش، بغيت لما ساخيش تريح في يوم ماشينا اخويا. سلم على ناس كبار، سلم على الوالد ديالي، فهمتيني؟ عنك كاع البلايص ريح فيهم. بحال كان حاس بشي. وبالليل مسكين جا عنده الصديق ديالو اللي في دابا راه شادين والبوليس، جا عنده قال لهم مشيو للواد لاله عايشة. صافي من تما ما عاودناش شفنا. واش عندك بوحدو ولا شي حد؟ لا بوحدو جا. بوحد. كنا حنايا كاملين تما بالحومة. بوحدو جا عنده داب مون. اصدقاء بزاف. فهمتيني؟ ودري شي قصر كورة، فهمتيني؟ كوايري. الله يرحمه في هذا النهار هذا. امين. حتى واحد ما بغاه له اخويا. والدي دابا راه والدي مساكن هما اللي بقاو. كاملين مدمرين اخويا، والله الا كاملين مدمرين. انتم عارفين الام ديالو في الحمد لله. مسكينة مريضة بالقلب، وعلى ود راه بعد من الصداع، من بعد من المشاكل. صافي تفادى على ود الام ديالو والاب ديالو. دخل سوق راسه. بعد من المشاكل. واش نطلبوا من رجال الامن، فهمتيني؟ يجيو يديروا شي جوله هنايا وياخذوا له حق الدري هذا. راه ما بغيناش ان شاء الله. بغينا اليوم قبل غدا نعرفوا العشور ديالو. ما بغيناش هاد الجوج هادي تمشي غامضه، فهمتي؟ ما يسكتوش عليها اخي. نعم. ما بغيناش هاد الجوج هادي تبقى هكايا ساكتين عليها. ان شاء الله باذن الله غادي ان شاء الله. كنطلبوا من السلطات تاخذ المحل ديالها والاجراءات ديالها ان شاء الله. والله يجيب الله خير ان شاء الله. الله يرحم جام. ولكن هاد الواد راه ما داش انوار او شي. مجموعه. مشى اول واحد اللي غرق. نعم. هذه مناسبه بالنسبه لك كشاب 80. مرحبا. امين. سي امين. سي امين بالنسبه لك كشاب، باش كتنصح الشباب اللي قدك ان هاد الواد يبعدوا من هاد الواد. جنبوه. راه حنا كنا تنعوموا، ماشي ما نكذبوش على نفوسنا. شحال عامنا في هذا الواد هذا؟ كنا بالضبط مشينا. العام هذا. كنا تنعوموا ليه؟ وكني صافي هذا العام راه. واخا الجده ديالو قالت لك بان ولدي ما يمكنش يعوم. بصح بصح اب 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 الكشف ديالو كان تيمشي معنا للبحر ماشي يعومش، وعنده فوبيا من الماء. ولكن علاش هاد النهار؟ اذا نكذبوا حنا ما كناش معاهم. العلم لله ربي اللي العلم لله. شوف واش دفعوا ولا طاح بوحدو ولا المهم. حنا من جينا لقينا الاثار ديال جيو هذيك الليله. واخا مزيان. جينا لقينا الاثار ديال الطونوبيلات هنايا. جينا لقينا الاثار ديال الطونوبيلات معايا سي امين وهنايا في هاد البلاصه هادي. راه جينا بالليل. الاثار ديال الصنداله ديالو هنايا. الطونوبيلات دايره رالي داكار، فهمتيني؟ زيكزاك هنايا، والموتور اللي جا لعند الدري هو هنايا. سولنا كانوا مجموعه ديال معاه. العلم لله شكون كان معاه الله اعلم. هذاك الشيء اللي شاف سعيد شنو نقول لك؟ الصنداله ديالو والاثار ديالها والطونوبيلات. ومن سولنا العساس قالينا انا بالليل انا يدار روينا الغوش والزقا والبنات تيغوتوا، ورأينا الشعر ديال واحد البنت هنايا. سولنا السيد اللي كان سارح الغنم قال لنا شو هو كذلك نصدر اللي قلنا العساس راه البلباله انا النايضه. اذا هنا كانت شي حاجه. وانوار راه ما يقدرش يتلاه بوحده. عنده هذا الكشف هذا، فهمتيني؟ كتفو طايح. واش ما عنده فوبيا من الماء؟ مرحبا اخو صدق الدري، فهمتيني؟ نقي في عقله. صدق الدري ما يمكنش يعوم هنا، فهمتيني؟ الدري نقي في عقله. ما يحاول زعما يطلع هنا في البلاصه هذه. وعزيز على الاجواء النقيه. هذه فهمتي. يعني كان ناوي غيجلس، فهمتيني؟ ماشي جاوي زي زعما يتلاح ولا يعوم ولا شي حاجه. عمرو جا هنايا هو. تالا بغى يفوز حق ليلى يلاه ما كذب. تالا بغى كاع يشرب مسكين الله يرحمه. تيجي تيدير شراب في مناضه، فهمتيني؟ شتي قال في وسطنا حنايا كدراري شباب نقيين وكذا باش ما يجبس الصداع حق الله. تا جا هذا قال له مشيو الواد لاله عايشه شوفوا فين. نتمنى له بالرحمه. تالا بغاو يشربوا يا رب. شكون بغاو كاع كلشي يرتاح، لا نتوما ولا العائله ديالو ولا الاقارب ديالو. يا
لان راه ماشي ساهل ان شاب فواحد الحاله هستيريه دابا هو اللي داير عمر ديالو والام ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا راه واحد الحاله يرث لها انشا دور لهم شوف شوف كيفاش واحد الحاله ساكن منهم للشمس ما كاين اللهم امين رب العالمين وكنشكركم وتحيه لكم النادي الوحيد وحده وقيله هاي الوحده امين مازال معكم ومازال غادي معكم اذا دائما متابعين افاضل كيف ما كتلاحظوا هادو الاصدقاء ديالهم الله يجزيهم بخير كيف ما كتتابعوا معنا متابعين جاو ازو العائله حتى هما كاينين واقفين في هاد الشموشات وكيتسناو وجود حتى ديال كيف ما كيقولوا خونا انوار ان اليه وان رجل الله يحمو رحمات والله يصبر الاهل ديالو الحاله اللي ما تصورش في هاد المكان هذا اللي كنتواجدوا فيه واحد الحاله اللي هي حاله هستيريا واحد الحاله الكل كينتظر وكيتراقب هذا الواد سبو اللي كيتسناو الجثه ديال المرحوم انوار اللي غرق نهار العيد مع حسب ما كيقولوا في هذيك الليله ديال اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل المتابعين قناه جوج تيفي كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو فضلا وليس امرا اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه هاشتاغ تيفي لان مازال البحث جاري في هذه اللحظات حبسوا ولا راه مازال كيقلبوا ولا حبسوا اذا كيف ما كتلاحظوا معنا مازال البحث جاري على جثه ديال انوار ان اليه وان رجع الله يحفظ ويرحمه والله يصبر الاهل ديالو ويصبر الاقارب ديالو والناس الحي ديالو كيف ما كتلاحظوا مازال الناس كيلتحقوا مازال اللي ساق الخبر كيف ما كتلاحظوا اصدقاء ديالو ولا الناس الحومه ولا الاقارب مازال كيلتحقوا اللي سمع هرب القاضي ديال انوار فكيلتحق لان كيف ما كيقولوا كان شاب طيب شاب اللي الله عمره هذا كيف ما كل كيشكروا وكيف ما تبعتوا معنا متابعين الافاضل الاصدقاء ديالو قال واحد الشاهد الحق قال لكم ما كانش طيب من اطيب خلق الله ف ما غاديش نجيو كذلك واحد المساله اللي هو قال لك احنا كشباب راه ضروري ندوز واحد المراهقه ضروري غادي تكون واحد المساله كذلك قال واحد النقطه اللي هي اساسيه قالوا بانه اللي هي ديال انه الانوار كيمشي معاهم حتى للبحر ولكن راه ما كيعومش دونك هنا كل عندهم واحد السؤال واش انوار فعلا تلاح ولا كاينه شي حاجه ماشي هذيك الله اعلم مازال حنا معكم في هذه القضيه ديال انوار مازال غادي نتبعوا معكم القضيه من الاول حتى الاخر ان شاء الله هذا الحبل اللي كتشوفوا فيه هو الحبل باش فاش كيقلبوا سواء الرجال الوقع المدني او المستوى عفوا المستوى اللي داير هذه العمليه اذا باش كيشوفوا الطريق ديال فين يقلبوا فنتمنوا ان شاء الله خير ونتمنوا انه تبان جثه ديال انوار ان اليه واني راجعون اذا دائما معكم متابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب في هذا البث المباشر من ولاد برجال نواحي القنيطره كيف ما كتشاهدوا راه ديالنا هي مدينه القنيطره كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو فضلا وليس امرا إذن الحادث إذن كيف ما كتشاهدوا دري واكل شار مبربس ما خصو حتى شي خير كل شيء عنده كل شيء هو هذاك وفي الاخر جا قال لنا راه الدري خوكم راه انتحر ما يمكنش ينتحر هذه النقطه اللي جابتني واللي قلتي عنده جميع الموفرين له كل شيء كل شيء الدري يلاه خدا موطور باقي جديد الدري واكل شارب فلوس عنده تلعب به كما بغى ما خصو حتى شي خير وجي واحد صاحبه يعني واعي في الخمر الشكرال ولا مقرقع بعلمه لله جا قال لكم راه خوكم انتحر كيفاش خونا انتحر وخلى التليفون وخلى القارو هنا والصنداله ما يمكنش واش اللي غينتحر يخلي التليفون عباد الله واش اللي غينتحر غيخلي غيخوي جيابو غينتحر راه اللي تنتحر تنتحر بالهم ديالو وكلشي اللي عنده غينتحر به حنا اللي بغينا الله يرحم الوالدين بغينا غير السيد يجيبوه لينا ورينا اين بلاصه تلاح فيها ودخويا باش تسهل العمليه الله يرحم الوالدين باش تشال الوقايه تعرف انسان في كاين دابا ها الوقايه تتقلب هنا تتقلب هكا تمشي هكا تمشي هكا براسها هي ما عارفاش حنا ما عارفينش حتى حاجه ما عارفينها والحاجه اللي معروفه وهو ذاك الانسان اللي عند السلطه
والسلطه عينا ما نعيطوا ليها، عينا ما نجاوبوا ليها. ما رساله للناس المسؤولين حتى شي واحد، حتى شي واحد. رساله للمسؤولين هذه كتوصل رسالتك للمسؤولين، كتقول لكم بخير الا ما تشوفوا هذا الحل، باش على ربما ان كيف ما الرساله ديالك كيف ما كتقول، كتقول الله يجزيكم بخير الناس المسؤولين، الا ما بغينا هذيك السيد اللي كان مع انوار انهم يخرجوا يجيبوا معاه، ما غاديش هذا كيف ما كتقولوا، باش يمشي يوريكم البلاصه باش سهل عمليه البحث، ان سواء الوقايه المدنيه ولا الناس ديال هذو المتطوعين الغطاسه اللي جاوا متطوعين من مجموعه المدن، كاين اللي جا من الرباط، كاين جا من مدينه قنيطره، فكيطلبوا انهم يمشيو يعرفوا وين المكان، باغيين باش يجيو من عمليه البحث سهله، لان كيف ما كنعرفوا واتسبو هو اطول الويدان من في المغرب، لان شد من قنيطره حتى لفاس، ربما انه يكون مثلا كيف ما كيقولوا التيار المائي يكون داه حتى لشي مكان اخر، يقدر يكون داه لجهه المهديه، فما عارفينش هنا كاين مشكل، وكاين هنا المساله كيطلبوا الناس المسؤولين. نعم اللي يجيبوا لنا غير السيد اللي شادينو عندهم، يقول لنا ان بلاصه فين طاح فيها السيد، دابا احنا ما عارفينش الوقايه، ما عارفاش تتقلب هنا تتقلب هنا، واش خوت خويا مقتول هنايا ولا مقتول فشي بلاصه اخرى ولا مدفون ولا داو فشي بلاد اخرى، العلم لله. الناس شاهده بالحق، كاين العساس قال لك موطور اربع جماطريه وطوموبيل كانت هنا وتنسمع الصداع، يعني راه السيد راه كاين شي حاجه، يعني ما كاينش شي حاجه، انا ود خويا تنعرفو مزيان، كابر على يديا وبحال الاخ ديالي وديرو اكثر من خويا، يعني باش تقول لي الانتحار راه مستحيل، راه مستحيل. واش اخوتي المغاربه اللي غينتحر غيحط تليفونه واحد الباكيت الكارو ديالو، راه اللي غينتحر غينتحر بالهم ديالو بفلوسو برزقو غينتحر. جا قال لكم خوت خوكم انتحر، حنا بغينا هذاك السيد يجيبوه لينا ويقولوا لنا ها في الملاوح، ها هما دابا الشرطه تنعيطوا ليها تتقول لك واخا خاصها ورقه مع عند الوكيل، واش حنا مسيرين غنمشيو عند الوكيل؟ هذه رساله كتوصل للمسؤولين كتقول لهم واش حنا مسيرين غنمشيو عند الوكيل اسيدي؟ نعم نعم. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل، فهما كيوصلوا رساله للمسؤولين كيقولوا لهم الله يجزيكم بخير، الا ما بغيناكم انكم تعاونوا معنا باش ان هذيك الولد اللي كان مع الاسد، فكيف ما كيوصلوا رساله للمسؤولين انهم الله يجزيكم بخير، الى ما شوفوا انه كيفاش يديروا انهم يجيبوا هذاك الولد اللي مع اللي مقبوط اللي كان مع هذيك الليله، فباش على الاقل باش يعرفوا المكان فين كاين، ان لحد الان عمليه البحث صعبات على المستوين ولا الواقع المدنيه، لان ماشي سهل. فكنتمناو باذن الله تعالى وهذا الشرف ديال انه تبان وجود ديال انوار اللي كيبلغ العمر ديال 23 سنه، كيف ما كتابعونا مرحبا بك وحنا حاسين بك، الله يكون في عونك انت في حالك. بغينا اي حاجه وحده، بغينا يجيبوا لنا هذاك الانسان اللي شادن ويقول لنا ود خويا فين طاح؟ فين انا بلاصه تلاه؟ علاش الوقايه تتقلب؟ عيات ما تقلب، عياه والله يحسن العوان ديالهم، الناس مستعين تا هما مساكنها هما تيعاونوا، يعني كل شيء يدير مستحيل ديالو، الشرطه هي اللي ما غاش توقف معنا، يعني قلنا له جيبوا لنا السيد، السيد جيبوه لينا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، ما جيبوا لنا على السيد يورينا فين الدري ملاوح، دابا حنا ما عرفناش، بغينا يجيبوا لنا هذاك الشخص هو اللي عارف، يعني هو اللي كان معاه، هو اللي كان مريح معاه، هو اللي عارف بزاف د الحوايج اللي ما عارفينهمش حنايا، ما عارفش كلشي المغاربه، هذا هو اللي كاين، بغينا نعرفوا غير الحقيقه اخويا، غير الحقيقه، راه خويا تكوينا عليه وتشوينا عليه، راه الله ياخذ الحق اخويا، الله ياخذ الحق. راه كنشوفو بعينيا بحال كلشي طرا خويا تيموت، راه ما غنصبرش له، والنهايه دابا هاي هاي روح عمشي غامضه، روح غامضه، يعني مكوين حنا ان شاء الله تبان، ان شاء الله الحقيقه كل غيبان، وطبعا الشرعي حتى هو غيديروا الواجب ديالهم، كل المغاربه كاملين كيداوموا معاكم ان شاء الله، وكيف ما كتابعوا معنا متابعين متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي دائما معكم، كيف ما كتلاحظوا هذا الولد الاخ ديالو، فالحاله ديالو يرثى لها اسمع الله يجعل البركه في سمعك. اذا دائما معكم كيف ما كتلاحظوا احنا كنديروا الواجب ديالنا، فهذا واجب، فاحنا مع دائما مع الحقيقه والمسبين الحقيقه، اذا دائما معكم عبر قناتكم قناه شوف تيفي قناه الشاب، فنتمنى باذن الله تعالى. خي امين شنو قلتي؟ ربما الله دبر ضربوا خويا من الله فهمتيني دابا ما نعم الواد عندو مشيطيط الواد فهمتيني اخويا الواد يكرد دابا نطلبوا ان شاء الله
نطلبوا ان شاء الله مع التكريط هذه يبان لنا الاخ انوار عرفتي علاش دبر الواد يكرر شوف معايا الواد كي داير دابا كيهبط دبر الواد ان شاء الله يكرر نعم نطلبوا من الله يفات التكريط هذه يبان علاش هذا الواد هذا اخويا راه يخلع الواد هذا شوفوا يخلعك نضربوا من الرؤية المدنية يديروا شي بوست هنايا فهمتيني ولا شي كاين شباب باغين يخدموا فهمتيني يجيبوا شي حارس هنايا يبقى يقابل ممنوع السباحة شي بلاكة دار هنايا ممنوع السباحة ولا يديروا كرياج فهمتيني كرياج لهاد الواد بحال دايرين في وتسبو هذوك حديدات يجيو يديروهم هنا فيك الله يهديهم السي امين راه واخا كدير ما شنداتيك مع قدر ينقز من الفوق الحديده ويهوم علاش ما هو عايش في عقله اخي مكلخ مؤخرا هذا الشيء مؤخرا هذاك الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 16 سنه كان كيقرا في التكوين يعني قرب كان الجو ديال قرب وتبو بالاخر انه قريت فيه هذاك الوقت جا الحراره مشى عام جوج الناس مشى واحد كم جاب كاين عاوتاني واحد اخر بالليل خرج من التكوين تلاح مشى مسكين الله يحمو جرى حماته وجات رحمة فاطمة شكرا سي امين اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل متابعين قناة الشوف تبع قناة الشعب كيف ما كتلاحظوا كنتمناو يا ربي من عند الله سبحانه وتعالى انها تبان الجثة ديال انوار اليوم قبل غدا اللي كيبلغ العمر ديال 23 سنة كنتمنى لجميع المتابعين الافاضل انهم يبارطاجيو فهاد الوليد في امان اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الكل في هاد اللحظات كيراقب الواد ربما انه على الله يبان يا ربي اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل الحاله هلا شفتي باللايف راه كاين تما راكين شفتي باللايف لايف اذا دائما معكم عبر ايمن ديالي الصوت اذا كيف ما كتلاحظوا اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي الان في انتظار جثه ديال انوار اللي غرق نهار العيد عفوا فواد سبو بالضبط حنا كنتواجدو بالرجال كنتمنى ان الكل انه يبارطاجي كذلك يطلبوا له بالرحمه نتمنى ان الكل يقول الله يرحمه اذا دائما معكم كيف ما كتلاحظوا الان في هذه اللحظات في انتظار الله طلع الجثه ديال انوار اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه اللي غرق في واد سبو وحنا الان في بالضبط بالولاد بالرجال اذا دائما معكم كنطلبوا من جميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف انهم يطلبوا بالرحمه وانها تبان جثه ديال عبد الرحيم اليوم قبل غدا باذن الله سبحانه وتعالى اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب شفتوا شديتو صافي اذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل الكل كينتظر جثه ديال الشاب انوار اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه لا ان الله محمد رسول الله الان كيطلبوا ان باش ان يكون الصديق ديالو اللي كان معاه ديك النهار على الاقل غير يعرفوا فين كاين لان كيف ما عارفين الواد راه كبير وطويل لان من شد من القنيطرة من المهديه حتى الفاس بمعنى انه ما يقدروش يقدر يكون التيار المائي او يكون الدال يقدر يدال شي بلاصه اخرى يقدر هذه على الاقل يعرفوا فين كاين باش حدوا المكان ديالو حتى الان ما عارفينش لا الوقايه المدنيه ولا الناس المتطوعين مازال كيقلبوا كيعرفوا بغي يعرفوا وين البلاصه اللي كاين لان صعيب لهم انهم خصوصا ان كاين كيف ما قلنا عدم الرؤيه في الـ في الـ في, الـ في الواد يلا رجعت انا مو هي مثلا عامل الحوار جاي على الحوش
الله يحمو جرح الرحمات، والشكر الخاص للاصدقاء ديالو صراحه اللي كيعذروه في هذه اللحظات، واللي كاين مع العائله ديالو اللي كيتواجدوا كيف ما كتلاحظوا، لا امين ولا كل اللي كاين هنا الان في هذه اللحظات كيف ما كتلاحظوا مع المتابعين الافاضل. اذا وتحيه كذلك للوقايه المدنيه اللي صراحه من البارح وهي كتقلب، واليوم راها كيف ما لاحظتوا معنا كيحاولوا ان يقلبوا الماء. وهذه اللحظات في الماء كيف ما قال لي امين، قال لي راه الماء كي اخوه ربما ان شاء الله يبان ربما. اذا كنتمنى من جميع المتابعين ان يطلبوا رب الرحمه ويقولوا الله يرحم جرح الرحمات يا ربي الله يرحمه. إذن الأمام ديالنا هي مدينة القنيطرة، إذن الآن في هذه اللحظة التحق أحد المستوعين حيت ما توصلنا، معلومة أن في هذه اللحظة غيزيد واحد المستوع آخر الله يجزيهم بخير، وهذا نداء لكل المستوعين اللي بغاو أنهم يتطوعوا الله يجزيهم بخير، لانه يعني كنقول المستوعين اللي هما عندهم امكانيات اللي هما غطاسه، ماشي اي مستوع يقول انا مستوع، بالعكس بل الناس اللي هما غطاسه يجيو يطوعوا ويديروا يد الله مع هاد العائله ومع هاد الوقعه المدنيه ومع مع المستوعين اللي كيتواجدوا، ربما انهم يلقاوه باذن الله، لان باش يرتاح الكل صحة، نبغاو العائلة ديالو ترتاح والكل اللي كيتواجهنا يرتاح، لا الأصدقاء ديالو ولا الأقارب ديالو أنهم يرتاحوا، ولأن الكل صراحة رافض واحد الهم كبير وماشي سهل، طبعا ماشي سهلة كيفقدوا واحد الشاب مازال في بداية العمر ديالو 23 سنة مازال صغير كيفما كيقولوا، مازال ما تشاف ما تشوف. لا إن الله محمد رسول الله، والله يصبر الأم ديالو، لأن الأم ديالو اللي صراحة فواحد الحالة ما تصورش، حالة يورث لها فواحد الحالة هيستيرية، خصوصا أنها مسكينة مريضة، وخصوصا أنها مسكينة عندها شلل نصفي، ولا الأب ديالو الله يكون معاه ويعطيه القوة إن شاء الله يا ربي. إذا في انتظار كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل، الان راه فهاد واحد المكان اللي غادي نوريه لكم عن بعد، لانه هو اللي كيباتوا فيه من نهار العيد، هما كيباتوا في هاد المكان هذا، غادي نوريه لكم الان متابعين الافاضل، اللي عند واحد الخزانه وكيباتوا فيها. اذا كيف ما كتلاحظوا داك البلاصه اللي هيها تما من نهار العيد بمعنى بالليل، من تما هما هما كيف ما كتلاحظوا العائله ديالو راه هي وهي كتواجد تما كاين. لا ان الله محمد رسول الله، لا ان الله محمد رسول الله. اذا المتابعين الافضل غادي نضطر ان نقطع وغادي نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، كنتمنى من جميع المتابعين انهم جوج حوايج كنتمنى منكم انكم تكتبوا الله يرحمه، كذلك كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا، وغادي نتلاقاو في بث اخر في مواضيع جديده ان شاء الله.